جات هنا عشان تستلم منه الابحاث، فقال لها تعالي قابليني. قلت لها لا خليه يجي هنا يا نيره، خليه يجي هنا حبيبتي عشان نتعرف عليه. مين زميلي جا وكده؟ انا قلت لها تعالي عشان ده واحد جاي يقابل بنتي، يقابلها بره ليه؟ فيجي يقابلها هنا. هو قال لها لا ما ينفعش وبتاع، وانا محرج اجي سجن جمصة، مشيرا الى ان الحالة النفسية والصحية التي يمر بها المتهم يرثى لها. واضاف محامي محمد عادل الحالة النفسية التي يمر بها المتهم تجعله دائما في حالة صمت، لا يريد التحدث الى احد، دائم التوهان، ربما تفكيره في مستقبله المجهول يؤثر بشكل سلبي ويفسر هذه الحالة التي يعيشها داخل محبسه. وكشفت حمد في تصريحات خاصة لإصدى البلد، تقدم الكثير من المحامين خلال الفترة الماضية للحصول على توكيلات من المتهم محمد عادل للدفاع عنها مع محكمة النقد، بعدما قضت محكمة جينات المنصورة في شهر يوليو الماضي بإعدام المتهم. خطوة في الإجراءات، محامي قاتل نير أشرف يقدم مذكرة الطعن على حكم الإعدام. أودع دفاع محمد عادل المتهم بقتل نير أشرف المعروفة إعلاميا بطالبة المنصورة مذكرة بأسباب الطعن بالنقد على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام المتهم شنقنا. وتقدم خالد الدسوقي محمد مصطفى المحامي عن المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله ضد ورثة المرحومة نير أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمد عبد الفتاح والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي بمنطوقه. حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط ولزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالته إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. أخت محمد عادل في أول ظهور لها تحرج المحامي أحمد حمد، علقت ندى عادل شقيقة الطالب المصري محمد عادل الذي قتل زميلته نير أشرف قرب جامعة المنصورة على تولي المحامي الشهير فريد الديب مسؤولية الدفاع عن شقيقها. وكان فريد الديب كشف أن رجال أعمال المصريين وكلوا للدفاع عن محمد عادل مشيرا إلى أنه وافق على ذلك من حيث المبدأ، خاصة بسبب ما قام به القاضي الذي أدلى برأيه الشخصي في القضية قبل نطق بالحكم، وهذا ما يجعله غير صالح لنظر الدعوة. وذكر الديب أن هذه الأسباب دفعته لقبول الدفاع عن الطالب القاتل، ونقل موقع أهل مصر المحلية على لسان شقيقة القاتل قولها إن الأسرة لم تتواصل مع المحامي الشهيرة ولا تعلم بيان دفاع عن ابنها إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب ما نقل الموقع قدمت ندى الشكر للمحامي فريد الديب لقبول الدفاع عن شقيقها وأيضا للذين تعاطفوا معه. شقيقة محمد عادل تفجر مفاجأة لأول مرة عن أخيها وتحرج محاميه أمام الجميع. كشفت ندى عادل شقيقة محمد عادل قاتل وطالبة المنصورة نير أشرف مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعة القليلة الماضية خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية منى أبو شنب، حيث أكدت ندى خلال المكالمة مع منى أبو شنب أن القضية تم تسليمها لفريد الديب المحامي ودور أحمد حمد المحامي انتهى منذ ذلك الوقت. وأشارت إلى أنه أن أحمد حمد المحامي يدلي بتصريحات غير صحيحة وينسبها إليهم وليس لها أي دليل ولا أي أساس من الصحة. وأشارت إلى أن المحامي أحمد حمد قال أن شقيقة لديه لابتوب وأنه أعطى له الرقم السري الخاص به، فعلقت قائلة محمد أصلا ما كانش عنده لابتوب، يبقى إزاي هدي باسبورد؟ من هو المحامي أشرف نبيل وما علاقته بفريد الديب؟ جاء توكيل محمد عادل قاتل للفتاة المصرية نير أشرف للمحامي أشرف نبيل للدفاع عنه في القضية التي أحيل فيها إلى المفتي تمهيدا لإعدامه ليفتح باب الجدل عن شخصية المحامي الذي اختاره محمد عادل بعد كل ما أثير مؤخرا عن تولي كبار المحامين لقضيته ومدى إمكانية توفير أتعاب المحاماة. ولم يكن المحامي أشرف نبيل بعيدا عن دائرة فريد الديب أحد أكبر وأشهر المحامين المصريين الذين أثروا الجدل مؤخرا بشأن قبول أوراق القضية لتقديم الطعن على حكم الإعدام تزامنا مع ادعاء قتل نير أشرف طالبة المنصورة وعقب صدور حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف طالبة المنصورة. وفي اليوم التالي مباشرة يوم 7 يوليو وقع الطالب الرسمي داخل محبسه تحت رقم 447 لسنة 2022 والذي ينص على طلبه بالطعن على حكم إعدامه عن طريق هيئة دفاعه التي ستقدم مذكرة النقد على الحكم مباشرة. ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام هيئة دفاع محمد عادل بدعم مذكرة النقد بشكل رسمي قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم مذكرة الطعن وهي 5 من شهر 9 المقبلة. ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقد عددا من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات. محامي قاتل نير أشرف 7 أشياء تنقذ محمد عادل من حبل المشنقة.
كشف أشرف نبيل المحامي محمد عادل الصدر ضده حكما بالإعدام لإدانته بقتل طالبة المنصورة نير أشرف في تصريحات خاصة لدار الهلال أنه سيتولى الدفاع عن المتهمة محكمة النقد ويعكف الآن على كتابة مذكرة النقد، وبعد الانتهاء منها سيعلن تفاصيلها في مؤتمر صحفي. وأضاف أسرة المتهم حررت لي توكيلا بتولي الدفاع عن ابنه محمد عادل، ووقع المتهم على التوكيل في السجن، وأشار إلى توليه الوكالة عن المتهم لا يعني استبعاد المحامي الكبير فريد الديب الذي قد يتقدم مذكرة الطعن في القضية، وهذا أمر ليس مستبعدا، فقد يترافق 50 محاميا عن المتهم الواحد أمام النقد وحول من سدد قيمة الأتعاب التي بلغت 3 مليون جنيه. قال المحامي أشرف نبيل إن هذا الأمر لا يريد الخوض فيه. محامي قاتل نير أشرف يكشف مفاجأة جديدة تبطل حكم الإعدام. فجر أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نير أشرف فتاته جامعة المنصورة والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرا إلى أنه وضع يده على ثغرة ستبطل محكمة موكله والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة مفاجأة من العيار الثقيل مشيرا إلى أنه وضع يده على ثغرة ستبطل محاكمة موكله والحكم الصادر بالإعدام. وصرح أشرف نبيل المحامي قائلا 3 ثواني فقط من واقع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقد الحكم وفقا لصحيح القانون. محامي قاتل نير أشرف يفجر مفاجأة من العيار الثقيل. قال المحامي أشرف نبيل محامي المتهم بقتل نير أشرف فتاته جامعة المنصورة في مصر والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة أنه وضع يده على ثغرة ستبطل محاكمة موكله والحكم الصادر بالإعدام 3 ثواني فقط من واقع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقد الحكم وفقا لصحيح القانون. وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المصرية فقد كشف نبيل أنه يعكف حاليا على كتابة مذكرة الطعن بالنقد على حكم الإعدام الصادر ضد موكله، وجاء في مذكرة الطعن 7 أسباب لنقد الحكم ستحمل مفاجآت تهز المجتمع المصري. وقال نبيل ننبه ونشدد في التنبيه على السادة مستخدمي الفيسبوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهم وعدم إرسال أي رسائل أو تعليقات. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب تغيير محامي محمد عادل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.